ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Assalamu alaikum, my sister Jasmine. How are you? I miss you, my sister. May Allah bless you in your exams and help you. Inshallah, I read a small part from Surah Al-Furqan. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.